عايزين نوصيكم بقضية القدس، زكاة أموالنا، الصدقات اللي تخرج للقدس في الفترة ديت أنا بقول ثوابها مضاعف عند الله سبحانه وتعالى. أصلا تأثيرها أنها بتثبت الإنسان المقدسي عشان يحمي المسجد الأقصى اللي هو مستهدفنا. المسجد الأقصى مش للفلسطينيين بس، ده للأمة الإسلامية كلها. أجر وعبادة في القدس، رباط وجهاد في القلب سعادة. وقبل ما أقول لكم قد إيه أهمية ترميم البيوت اللي موجودة بجوار المسجد الأقصى، وقد إيه بيساوموا عشان يتركوها، وإن مجرد إنك بتساعد في ترميم البيت، يعني كنت لسه شايفة فيديو لأخت مقدسية بتقول البيوت وبتصور إن تم، فبقول فين البيت؟ فيش عندي بيت تاني، أنا فيش عندي إلا هالغرفة، غرفة واحدة. فين البيت؟ هي غرفة ولكن هي قيمتها كبيرة لأنها بجوار المسجد الأقصى المبارك. طبعا صعوبة الترميم وهكذا بتستوجب علينا ان احنا نساهم في ترميم البيوت. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يفتح قلوبكم للخير. وسبق درهم الف درهم، سبق درهم الف درهم، ومش بالكسرة ولكن بالنية الخير والنية الصالحة. فيعم الخير على الكل، فيعم الخير على الكل. اسمى غاياتي تبرع للأغنياء.